السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زكريا حسون رئيس الفرع الإقليمي ديال المرصد الوطني لتخلق الحياة العامة ومعارضة التزايد وحماية المغرب. إطار الانفتاح ديالنا على حقوق الطفل بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحقوق الطفل اللي كيتزامن مع يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2011، نظمناه بالتنسيق مع المديرية الإقليمية ديال الثقافة مع الأمانة العامة ديال المرصد مع شركائنا الإعلاميين جهوية بريس، مجلة 24، علاش تي في، واحد اللقاء اللي التواصلي والتخصيصي اللي كان مع الأطفال ديال 3 أو 4 المؤسسات اللي كانت في السطات، اللي كانت فيها مؤسسة بسمة ومؤسسة دار الميثاق ومؤسسة دار الشافعي الجدودة. خلاله تم التحسيس بواجبات وحقوق الطفل، وتخللت هذا النشاط مجموعة من المسابقات ومجموعة من الأنشطة والوصلات المسرحية تهدف إلى تحسيس الطفل بخصوص كل ما يخصه من واجبات وحقوق. إذا كان الطفل عليه عنده حقوق فله واجبات، يجب أن يحترم المواطنة والوطن، الأبوين والأسرة والقطور التربوية والمحيط البيئي والمحيط المناخي، ويجب أن يحترم أي إطار يمكن يمارس فيه. فالواجبات لا بد، كذلك تشبث القيم الدينية. من هذا المنبر هذا أنا كنوجه رسالة لجميع المسؤولين، يرحم والدين في وقت الراء وأساس من المستقبل، وتحية خاصة لكتمشي لكل من ساهم لا من قريب ولا من بعيد، وأخص بالذكر أحد المنشطين للمدينة السطات اللي هو سيدي محمد أمار، ولا أنسى محمد خويا عن علاش تي في، وتحية لأعضاء الفرع الإقليمي جميع الأعضاء، وشكرا.